شاغل. اليوم عندنا تصوير اللي هو فاشن، تصوير عبايات اللي حاطينه في بالنا. سات موجود ورانا بتشوفونه الحين، سوينا ديزاين مع الديزاينرز ويانا بالفكرة. بتكون في حركة، الموديل راح تتحرك يمين يسار قدام ورا، فأبي أصور إضاءة تكون طبيعية ونعمة كثر ما أبي. اللي خليته أنا أول شيء اللي هو الديفيوزر، السن يسمونه ساعات السن باونس، بس هو ديفيوزر عود تشوفونه وراي هني. ورا هالديفيوزر تقريبا 6 في 6 قدم، ورا الديفيوزر دي 2 سوفت بوكس. الهدف ان انا اغطي منطقه عوده والاضاءه ما تختلف، يعني اذا الموديل راحت قدام رجعت ورا راحت على جنب جت يمين يسار الاضاءه ما تختلف كثر ما اقدر اعطيها حريه ان تتحرك. وثاني شيء ابي الاضاءه تكون على فتحه 11 طول الوقت على اساس اذا تحركت الفوكس ما يطلع برا، ما يكون يعني حتى لو رجعت كم سنتي ورا كم سنتي قدام الفوكس يكون مغطي عمق ميدان اكثر. السوفت بوكسات هي ناعمه، مع الديفيوزر عندنا نعومه اكثر، والخلفيه بها تكون اضاءه كلش مثل ما قلت لكم اضاءه نافذه اضاءه ويندو. تشوفون الحين عقب شويه خلف الكواليس بوريكم الصور. واحب اشكر الديزاينر ليناز، عبايات ليناز، واكيد انا قررت ان اصور فاشن سيناريو عبايات لان هاي اكثر الناس يصورون عبايات عندنا هنا في الخليج. الاضاءه هذه تغطي فيها نعوم وطلع ديتيلز وتفاصيل في العبايه، اذا فيها مناطق تعكس بعدها تطلع، ومع شويه اديتنج احنا عندنا الصوره تقريبا مصورين فوق ال 900 صوره، اغلب الصور اديت واحد وجاهز. نشوف بعد خلف الكواليس شلون. احنا عندنا هني سوفت بوكسين اثنينهم 5 قدم موجهين على الديفيوزر اللي ورا دي. الديفيوزر اللي ورا بعد بينعم لي الاضاءه ويشتتها زياده خليها تنتشر اكثر. هاي الفكره. نوعا ما السوفت بوكس اللي على يساري هني طالع من ورا عشان الخلفيه بعد تضوي اكثر من السوفت بوكس، يعني لما لقيت البوينت اللي انا ابي احطه على اساس ان انا اعمل الاضاءه، بالاضافه ان اسرب شويه من ورا الديفيوزر ان الاضاءه توصل للخلفيه اللي هي الكراتين اللي تشوفونها هنا. نروح على الست. الحين احنا موجودين في الست، مثل ما قلت لكم رويتكم الحين السوفت بوكس الخمسة قدم 5 اوكتا في الفوتو. هني في داخله مشتتين اضاءه، ديفيوزرين يجون على الديفيوزر الرئيسي بعد يتشتت ويتوزع اكثر في الست. طبعا هذه انا عندي من شركه لاستولايت، الكلامب هذه مانفروتو ماسك في الستاند. بحط لكم الرابط حق الاكوبمنت كامل حق اي فيديو. نشوف الحين هني لو نلاحظ السوفت بوكس الحين قاعد يضرب في المنطقه ذي، بس بالاضافه ان انا مخليه يتسرب على الخلفيه اللي ورا على اساس ان الخلفيه باضاءه اكثر عليها من الجدام، او خليت انا البالانس. هاي طبعا جربته في الكاميرا ما في قانون، يعني الحسبه الاخيره المكان اللي قاعد اصور في الكاميرا على اف 11 مثل ما قلت لكم عشان الموديل تحركت يمين يسار اي حركه ما تطلع اوت اوف فوكس. عندنا بعد الست نشوفه، اذا الحين تطلعون الصوره اللي خليتها الموديل تحركت راحت ورا قدام يمين يسار الإضاءة واحدة في المنطقة. وهذا هو، نروح الحين نشوف خلف الكواليس شوي.
قال اصور الحين بهذا البلاد الاكس 1 دي الكاميرا ميرورلس نفس الشيء عشان شيء تشوفوني مرتاح حاط الكاميرا واطالع الشاشه واصور. السيتنج مالي 1/350 الشتر لان اقدر اسنك الى اي حد مع الليف شتر لان الشتر داخل العدسه ومو في البادي. واف 11 فتحه 11 على اساس انه مثل ما قلت لكم الفوكس لما تتحرك الموديل حتى الى 30 سنتي 40 سنتي ما في اي مشكله يتم هي في الفوكس. موصل الحين عندي الريموت البروفوتو. هاي الكاميرا ليش صورت فيها المره بس انا ما ابي اسوي زوم ان وزوم اوت واغير العدسات ولا اي شيء. عندي 50 ميجا ميديوم فورمات اذا قصيت ربع الصوره كروب ما في اي مشكله في الكواليتي. هذه الفرق الوحيد اللي اشوفه سنسر اكبر هني الكواليتي احسن واغلى طبعا بوايد. مو بمعناته ان الكل يشتريها بس انه موجوده عندي ومن الكاميرات الاساسيه انا اصور هذا البلاد وسوني. ونرجع للتصوير نرجع عندي شابنا من اليوم سكند موديل فيرست سكند دازنت ماتر اوكي ليتس شوت اوكي فيرست شوت اللي هو ستريت اوكي عبايه از فاين من هنا تشوف فيها اوكي 3 2 1 اوكي سايد طبعا اخذ العبايه ستريت سايد الحين اقول لها okay and spinning of different poses perfect الحين لو نلاحظ شلون قاعد نصور 1 2 3 انا ما قاعد اسوي فوكس الفوكس اوريدي بري فوكس منطقتي اف 11 1 2 3 perfect كثر ما نقدر نحاول نروي اهم شيء في الديزاين okay can you hug yourself like that okay perfect. Perfect. Let me focus just a minute. Perfect. Looking at the light. Turn your face. Your face, not body. Can you step forward? Okay. More, 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 more. Yeah. This is good. This is... هذين الصور حق لوك بوك لازم يكون كلهم ستاندرد واحد شكل واحد زاوية واحدة إلا إذا بغير عقب شوي إضافي يكون 1 2 3 اوكي الحين نراجع الصور نشوفها اوكي بوث لوك ات ذا كاميرا اوكي Okay, I want to. I'm taking from here. Look straight, just straight. Yeah. Okay. Can you come together closer? Yeah. Shami, maybe you can give her your back. Yeah. Perfect. And lean to the. Oh yeah. Turn your face to there. Can you just tilt, make it straight, and now turn. Yeah, perfect. Looking there. One more. Thank you. صورنا جروب نفس اللايتنج سيت اب هذه
سوينا فيه ما غيرت فيه ولا شيء سنتينهم في السيت. كات.